all about ancient coins. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وحياتكم يا رب ويزيد الخير عندكم. ما تنساش طبعا تجاوب على الأسئلة الدينية. وقلنا في شهر رمضان احنا بنركز على قراءة القرآن وتلاوته والصلاة والصوم والكلام ده كله على أساس ان احنا ناخد حسنات بإذن الله. فقلنا نغير شوية، نعمل برضو نبذة عن معلومات كده عن بعض النقود، كل يوم عملة والأسئلة وبتاع، بغض النظر انك تكسب فلوس او ما تكسبش، معلومات دينية قيمة جدا. يعني هنتكلم النهاردة عن 20 جنيه. 20 جنيه اللي هي الخضرة، اللي هي اللي قبل اللي احنا بنصرفها دي يا جماعة، لان الكلام فيها كتير وتعمل فلوس وتعملش فلوس. اي بتعمل فلوس، بتوصل ل2000 وبتوصل ل4 و3 والكلام ده كله، لحتى الرقم العادي بتاعها اللي هو يعني عادي خالص برضه بيعمل فلوس. فهنعرف الكلام ده كله بالفيديو اهو على السريع كده، ال20 جنيه دي بتعمل ايه واصداراتها ايه والكلام ده كله بسرعه. تمام. طبعا ال20 جنيه دي بتوقيع طبعا محمد عبد الفتاح، ومحمد عبد الفتاح بالذات هو مميز في الاصدار ده لانه ليه احلال، والاحلال ده بيكون طبعا بيبقى ميم 100 و200 و300 لحد 900، ده الاحلال طبعا كده، الاحلال معروف وده يعمل فلوس. تاني حاجة في ميم واحد، هو مضى على ميم واحد لإصدار ده لحد 23 يعني، وكل واحدة وقع عليها ب10 مليون، يعني 23 مليون ورقة، فكتير طبعا الإحلال بقى في الإصدار ده. طيب بيعمل كام؟ نعرف بقى الإحلال من ميم واحد ديت مفتاح الإصدار ده بيعمل حوالي من 300 جنيه يا جماعة ل1000 جنيه و1200 جنيه ويزيد حسب حالة الورقة طبعا. حالة ورقة لو هي متبهدلة أو على كتابة أو مقطوعة أو 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 بتقل الربع كمان. يعني لما بقول مثلا خد أنت 300 جنيه مش هتعمل معلش يعني 50 جنيه لو هي متبهدلة خالص، هي كده أنا مش هشتريها منك كده. إنما لو بحالة الأنصر بحالة البنك هتعمل كتير، توصل يعني لو هي ميم واحد توصل ل1000 جنيه وزيادة كمان. طبعا اللي هي الأرقام بقى العادية اللي خالص، اللي طبعا اللي هي حتى يعني أي رقم بقى خالص خالص، ده ممكن يعني هتعمل فلوس برضه. بتعمل مثلا 20 جنيه دي بتعمل مثلا من 40 جنيه 60 جنيه، وممكن واحد هاوي ياخدها منك ب 100 جنيه كده يعني. فكلها هي بتعمل فلوس. العشرين الخضراء دي اصلا كده كده هي مميزه لان ما عادش متواجد منها قليل، لما بتلاقي 20 جنيه منها بالذات ده اهي الاصدار ده اهو، خدت بالك؟ بتيجي بقى ممكن توصل مثلا 70 جنيه 80 جنيه 100 جنيه، ممكن هاوي ياخدها منك باكتر من كده كده يعني. اما قفل الاصدار بقى الميم 23 ده يعمل من 200 جنيه لحد 400 و500 جنيه، ممكن يوصل 600 جنيه طبعا، ده غير الاحلال. ميم لوحده بقى بيعمل من 500 جنيه لحد 1500 جنيه، ممكن يوصل 1800 جنيه. طبعا كلها هي بتعمل فلوس اهي، يعني كله بيعمل فلوس. طبعا لو ارقام مميزه بقى من اللي هي 001 لحد 0010 دي تعمل بقى من 1200 جنيه 1500 جنيه لحد ما توصل مثلا 2000 ونص 3000 جنيه وتزيد كمان. ولو ارقام وحايد بقى واتنينات وتلاتات لحد تسعات دي ممكن تعمل مثلا من 2500 لحد مثلا 4000 جنيه وتزيد كمان عن كده حسب حاله الورقه طبعا. وفي توقعات تانية طبعا كثيره، منها مثلا امين عثمان، وتوقعات مثلا دي مثلا وعلي نجم وصلاح حامد واسماعيل حسن، دول كلهم بقى سعرهم بقى يعني برضه لهم فلوس، يعني ممكن ال 20 جنيه دي ممكن تعمل 40 جنيه معاه اللي هي التوقعات دي، لحد ما توصل مثلا 70 جنيه و80 جنيه، ممكن توصل ايه 100 جنيه لو هاوي هياخدها منك او كلام من ده. بلاش تنزل بس دلوقتي، واحفظ عملتك دلوقتي ال 20 جنيه بالذات حافظ عليها. تمام. اما لو بارقام بقى مميزه برضو ممكن توصل مثلا من 400 جنيه 500 جنيه توصل ل 1000 جنيه وتزيد شويه كمان لو الارقام اللي هي المميزه. يا جماعه احنا بنتكلم على ارقام مميزه. تمام. دي بالنسبه ل 20 جنيه على السريع كده، برضو انا عملت لها فيديو قبل كده راجعوه برضو في القناه بالتفصيل يعني. تمام. عشان تبقى انتوا بس عرفتوا ال 20 جنيه اصلا دي مميزه، ارجو انك تحافظ عليها دلوقتي حاليا لان الاسعار وحشه جدا في السوق وتعبانه جدا جدا لكله، والتجار بيستغلوا وبتاع عشان عملات كتير في السوق، فنصبر شويه. تمام. هنشوف دلوقتي بقى المسابقه اللي هي الدينيه معانا النهارده بقى بتقول ايه. مسابقه جميله برضو جدا، فهنشوف السؤال الاول بيقول ايه. اسئله سهله وبسيطه، ويعني اهو بنذكر ربنا وبنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. من القائل الخير بالخير والبادي أكرم؟
القائل الخير بالخير والبادي أكرم، والشر بالشر والبادي أظلم. وقال أيضا إلهي كفاني فخرا أن تكون لي ربا. من هو قائل هذه العبارات؟ سهلة جدا، وأرجو ابحث وشوف، والله كلها يعني معلومات جميلة جدا وقيمة، ومعلومات دينية يعني. الحمد لله احنا في شهر كريم. من هو الذي أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وشهد غزوة حنين وتوفي بالطاعون سنة 18 وهو أحد الأمراء العرب الذين تم ندبه أبو بكر رضي الله عنه لغزو الروم؟ من هو هذا؟ برضو سؤال جميل جدا، شوف وابحث وشوف معلومات والله دينية جميلة جدا جدا جدا. السؤال، الإجابة على السؤال بسيطة جدا يعني كلمتين أو كلمة. من هو الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب؟ ملك نصراني من ملوك إفريقيا، ودخل في الإسلام وآمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لم يراه، وما اسمه الحقيقي؟ أظن كلنا عارفين إجابة السؤال دوت، مظبوط؟ أرجو الإجابة وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة حتى تكون من الفائزين يا رب، وينوبة حسنات لمن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العبارة: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من هو الإجابات؟ أرجو يعني التفاعل في القناة، وإحنا في شهر كريم وقلنا يعني نعمل يعني تنويع شوية عملات، ده هنبدأ فيها بعد رمضان بإذن الله، والسؤال هيبقى كويس جدا والعملات هتطلب، وأعمل لكم فيديوهات جميلة جدا، بس أرجو المشاهدة، وأرجو أنا بجيب لكم والله حاجات حقيقية للأسعار والكل شيء، بالذات في اليوم اللي احنا فيه ما بجيبلكوش بقى أسعار من زمان، لأن من زمان كانت الأسعار غالية شوية، السوق الوقت متبهدل وكله متبهدل وكله طلع عملاته كتير، فالأسعار قلت مننا احنا مش من حد تاني يا جماعة، تمام؟ أرجو أن يكون بوفيتكم، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم ومن الأمة الإسلامية يا رب، وعد الله علينا باليمن والبركات والخير، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.